Hello. مساء الخير. هلو هلو هلو. أنا كريم شعبان. هنبتدي في خلال 5 دقايق عقبال ما الناس تكون دخلت. هلو هلو، هاي، ايه الاخبار؟ فوزي وعبد الله هينضموا لينا كمان نص ساعة. خليني أقول لكم إيه اللي هيحصل. السيشن هتكون من 8 لـ 9. أول نص ساعة هتكلم فيها عن بروجكت كنت عملته اسمه هيومن أركيتكتشر. اللينك موجود في البايو لو حد ما اتفرجش على البروجكت لحد دلوقتي. طيب خليني أبتدي أقول لكم إيه اللي هيحصل بالظبط. في البداية أنا اسمي كريم شعبان، بشتغل مخرج بقالي أكتر من 10 سنين بشتغل مخرج في كذا نوع من أنواع الإخراج. يعني بدأت ورصيدي الأحسن عندي عملت فيلمين قصيرين، فيلم روائي طويل، عملت أكتر من 50 إعلان وميوزك فيديوز برضو 10 تقريباً. النهاردة هحكي لكم عن أهم 2 projects عملتهم السنة اللي فاتت، وأكتر 2 projects بالنسبة لي كانوا exciting جدا، وكان فيهم process وكان فيهم نتائج مبهرة بالنسبة لي. البروجكت الأولاني هو Human Architecture، هو زي بواتك فيلم كده، كان مدته 2 دقيقة، درون بروجكت ما بين ايسلاند وهونج كونج. والبروجكت التاني هو ميوزك فيديو لمشروع اغنية سلامات لعبد الله الحسيني. اول نص ساعة هحكي لكم عن هيومن اركيتكتشر، والنص ساعة التانية هحكي لكم عن سلامات، وهيكون معايا في سلامات مدير التصوير فوزي درويش وعبد الله الحسيني. الحقيقة ان التو بروجكتس دول مهمين، لانهم الاتنين فيهم نفس العناصر ونفس البروسيس، فكرة المخاطرة والريسك، وان احنا نبقى نتحرك ان احنا نعمل مشروع ما نبقاش عارفين النتيجة بتاعته شكلها عامل ازاي، او التحضير بتاعه ما يبقى. يعني بالنسبة لي التو بروجكتس دول مش شبه اي شغلانات انا اشتغلت عليها قبل كده. الاتنين فيهم حاجات كلها بالنسبة لي كانت جديدة على الكارير بتاعي وعلى أسلوب الشغل بتاعي. وحتى فوزي لما هيخش معانا هو عبد الله هيحكي لكم البروسيس بتاعت سلامات كانت عاملة ازاي. مع الوقت هتعرفوا ان الاتنين شبه بعض جدا. خليني ابتدي بسلامات، خليني ابتدي قصدي بهيومن اركتكتشر. هيومن اركتكتشر هو مشروع بدأ في شهر 3 2019. الحكاية بدأت في الأساس إن أنا كنت بصور إعلان في دبي، إعلان عربية، وكان الإعلان فكرته كلها بتتمحور حوالين فكرة السيفتي، وكان هو أسلوب الإعلان documentary style. وكان فكرة الإعلان إن إحنا كنا بندور على فكرة إزاي، يعني إيه معنى كلمة سيفتي. وكنا بنسأل 3 شخصيات في الفيلم عن معنى الكلمة دي. وبالنسبة لي كان من الأسئلة، من المشاريع اللي سابت فيا أثر كبير جدا، لأنه الفكرة نفسها كانت والإجابات. لما بتيجي تشتغل على حاجة دوكيومنتري الموضوع ما بيبقاش مجرد إنك بتحضر شوت أو بتحضر إجابات الناس بترد عليك وتبقى أنت عارف كل حاجة staged. دايما بيبقى فيه عنصر من العناصر أنت ما بتبقاش عارفه، وما تبقاش حاسب اللي هيتقالك بالظبط. ففي الإعلان دوت كان الإجابات اللي اتقالت كانت بالنسبة لي مثيرة جدا، إنه يعني إيه كلمة سيفتي وفكرة الأمان وشكل الأمان ده إزاي. وكنت طول الوقت تنفيذي للمشروع ده للإعلان ده
كنت عمال افكر ازاي هاو تو illustrate فيجوالي فكره الامان سيفتي، ازاي ممكن اوصل كمخرج عن طريق فيلم او عن طريق حاجه بتتحرك، عن صوره بتتحرك، احساس الامان دوت. لما خلصت الاعلان انا تقريبا قعدت شهر في مراحل تصوير التصوير ومونتاج لحد الدليفري بتاع الاعلان كله. وخلصت ما بين شهر 2 و3 ورجعت القاهرة في نص 3، وكان السؤال لسه في دماغي انه ازاي فيجولي اقدر اعبر عن فكرة الامان دوت، لحد ما الافكار اتطورت عندي ووصلت لفكرة انه السيفتي هو شعور، هو احساس البني ادم بيحس بيه، وبيحس بيه في اكتر الوقت، بيبقى هو حاسس انه في اكتر الاوقات زحمة وبيزي وفي ترافيك من او حاجات كتيرة بتأثر عليك، احساس الامان ده هو لحظة الصفاء اللي بتبقى جواك اللي بتخليك تاخد قرار معين او بتخليك تقدر تعرف تفكر بشكل سوليد. يعني من هنا جت الفكرة انه قلت فكرة الامان يعني انه being انك تبقى كأنك في ايسلند، في اكتر يعني مدينة فاضية زي ايسلند، انك يبقى جواك حاسس انك في ايسلند وانت في اكتر مكان زحمة في الدنيا، انك تبقى في ميدان التحرير بس جواك حاسس انك في مكان فاضي، والمكان دوت بيدي لك شعور بالإحساس بالأمان وبالصفاء. والفكرة بدأت تتطور من هنا لحد ما فكرت انه انا حابب ان اعمل ده فكرة اقدر فيجوالي يعني اصورها وتطلع شكلها محمس. يعني بدأت رحلة، خدت قرار انه اول حاجة بدأت افكر ازاي عايز اشتغل على المشروع دوت، بدأت اتعامل معاه لانه مشروع كأنه بيت بروجكت بتريتمنت بافكار، الافكار بتاعتي ايه اللوكيشنز اللي انا عايز اروح اصور فيها، شكل طريقة التصوير، اسلوب التصوير، هصور ازاي. في الوقت ده حاولت اكومينيكيت مع اكتر من برودكشن هاوس في ايسلند وفي هونج كونج عشان ابتدي اشوف ازاي ممكن اجيب معدات في المدن دي اشتغل بيها. انا على مدار الكارير بتاعي بدأت في كفيلم ميكر، لما بدأت في الاول بداياتي كلها كانت عبارة عن كاميرا صغيرة هاندي كام، وبعد كده بقت دي اس ال ار وبمسك الكاميرا وبنزل الشارع بصور وبرجع اعمل ايديت، والايديت دوت بعمل له ابلود. فبدايتي كانت ما كانتش انا مش خريج معهد سينما، وكل دراساتي او كل مذاكراتي كانت عن طريق الانترنت وعن طريق المشاهدة والافلام والمحاولات الكتيرة. ده كان اول جزء في الكارير بتاعي. وتاني جزء في الكارير هو الشيفت ما بين being a filmmaker ان انا بقيت مخرج. هما اتنين حاجتين منفصلين عن بعض. الواحد لما بيشتغل مخرج بيبقى معاه فريق عمل، مدير تصوير معاه، بروديوسر معاه، بيبقى في فريق عمل كامل بخصائص كتيرة جدا ووظائف كتيرة جدا، وانت كمخرج بتبقى وظيفتك انك انت تدير الفريق اللي معاك عشان توصل بافضل نتيجة ممكنة، وبيديلك مساحة اصلا كمخرج انك تفكر بس في الجزء الخاص بيك، الجزء الخاص بي ايه اللي انت بتقوله، عايز تقوله، عايز هتقوله ازاي، ايه الطريقة الانسب اداء الممثلين، وبتسيب المهام اللوجستية ومهام كتيرة تانية لفريق العمل اللي بيبقى معاك. الاتنين بالنسبة لي هما نوعين مختلفين من الصناعة. عشان كده لما جيت اشتغل على هيومن اركيتكتشر كان بقالي تقريبا 7 أو 8 سنين ما بشتغلش خالص. كنت يعني بدأت مثلا سنتين في البداية اشتغل اعمل حاجات فيلم ميكنج بايدي واشتغل بايدي، بعد كده 8 سنين لما بدأت اعمل شيفت ان انا اشتغل كمخرج ما كنتش بصور حاجة بايدي، ولا خلاص بقيت طول الوقت بقى فيه دايما فريق بشتغل معاه ودايما بكومينيكيت معاهم. جزء مني كان مفتقد الحتة بتاعة الفيلم ميكنج، مفتقد انه ان الواحد يبقى ماسك كاميرا وبينه وبين انه مش محتاج تفكر كتير فانت عايز تقول ايه فتقوله، او انك توظف المشاعر اللي عندك وتحولها لكلام فتشرحها للي حواليك عشان نحاول نوصل للمنطقة اللي انت نفسك فيها. وعشان كده فحسيت ان هيومن اركيتكتشر بعد كان جات لي اوفرز كويسه جدا ان انا اجيب برودكشن هاوس في ايسلندا واجيب برودكشن هاوس في هونج كونج وابتدوا اشتغل مع فريق في البلدين، وبعد كده حسيت انه انسب طريقه، لانه في بدايه هيومن اركيتكتشر مهم جدا اقول انه انا ما كنتش عارف الحقيقه ايه اللي هيحصل. انا عندي فكره، الفكره دي كانت في البدايه ان اعمل فيديو اصور درون شوتس لايسلند بمساحتها الواسعه والفضاء والفراغ،
واصور الزحمه المتمثله في فكره هونج كونج، الترافيك بتاع البني ادمين اللي بيعدوا الشارع، العربيات الكتيره، المباني الطويله جدا، واعمل فيجوال كومباريزن ما بينهم عشان ابتدي اوصل فكره السيفتي او فكره شعور الامان دوت، الفراغ والزحمه. حسيت ان بما اني انا عندي فكره واسعه، وكنت في الوقت ده اصلا ما كنتش هدفي ان انا اعمل هيومن اركتكتشر وانا بتحرك اسافر عشان اعمل البروجكت ده، كان فكرتي ان انا هاخد الشوتس دي واحكي بيها الاعلان او اعمل الدايركتور كات بتاعتي في الاعلان بتاع اللي انا صورته. هو كان سيلف فاندد بروجكت، هو ما كانش حاجه، هو انا ما كنتش عارف بالظبط بعمل ايه. انا خدت طلعت على المطار، اشتريت كاميرا، قعدت اذاكر في الطياره هعمل ايه بالظبط، وبدات اعمل بلان وبدات اصور على طول. بس وبدات الفكره من هنا، انه يلا بينا هصور. وحسيت انه الموضوع مش مجرد هو مشروع، هو رحله كده، هحاول اعمل حاجه كنت بعملها زمان ما بقتش اعملها دلوقتي نظرا لطبيعه شغلي. وبدات الرحله. بدات الاول اخطط ايه الشطات اللي انا عايز اصورها، ايه اللوكيشنز اللي عايز اشتغل عليها. وسافرت من القاهرة. رحت الأول كانت رحلتي طويلة لأنه ما كانش فيه من القاهرة لأيسلند رحلة طويلة متواصلة عن دايركت فلايت. فرحت اليونان، ومن اليونان رحت أمستردام، ومن أمستردام رحت ريكافياك اللي هي عاصمة أيسلند. والحقيقة أن الرحلة الطويلة دي فادتني جدا، لأنه قعدت أذاكر بالظبط، لأنه أنا لوحدي بصور، فكان عندي بانيك أتاك أنه هصور إزاي، الكاميرا موشن هيبقى عامل إزاي، حجم العدسة عامل إزاي، الكاميرا سيتنجز عاملة إزاي. فقعدت كتبت كل الحاجات دي على ورقة عشان أبقى عارف بالظبط حركة الكاميرا مع السيتنجز مع كل التفاصيل. كان في الوقت ده طبعا واحد من الناس المهمين جدا في المشروع دوت، في ناس كتير اللي كل اشتغلوا على المشروع ساعدوني، جنى السكري، احمد عصام، خالد الكمار، فادي جارس، كل الناس اشتغلت على الفيلم صراحة كانوا كلهم بقدر الحماس وبقدر الـ 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 الشغف اللي اشتغلوا بيه على الفيلم. بس احمد عصام كان الكالرست، وجنى السكري بدأت اتقابلنا واتكلمنا عن المشروع قبل ما نبتدي. احمد عصام كان معايا لحظه بلحظه، وانا بوري له السيتنجز بتاعت الكاميرا، وبنحكي ازاي هنشتغل وازاي هننفذ الموضوع. بس وانا في الطريق قعدت اكتب بقى كل السيتنجز بتاعتي، كل الكاميرا لانجويج، عشان ابقى عارف بالظبط عايز اعمل ايه. وبدات اول يوم تصوير ليا في ايسلند. بالمناسبه لما وصلت ايسلند كان في عاصفه ثلجيه في الوقت ده، وكانت لحظه صعبه جدا، لانه حسيت ان انا اخدت ريسك كبير قوي، وبما ان انا اي سيلف فاندد البروجكت دوت، وسافرت بلد اول مره سافرها في حياتي. واول ما وصلت فاكتور زي الجو انا ما كنتش حاسبه، فاكتشفت ان في عاصفه ثلجيه، وانا رايح اصور درون بروجكت، فاللي هو الطياره مش هتعرف تطير اصلا عشان في عاصفه في الجو يعني. فكانت كنت يعني حسيت كده باحباط شديد. بمناسبه كانت الخطه بتاعتي ان اقعد 3 ايام في ايسلند اصور فيها كل الشطات اللي انا عايزها، واطلع من ايسلند دايركتلي على هونج كونج، اقعد 3 ايام في هونج كونج اصور بالظبط الشطات اللي انا عايزها، وارجع بيهم على القاهره عشان ابتدي اعمل اديتنج على طول. الفكره كانت الاوليه زي ما قلت لكم، هي كانت مرتبطه بفكره السيفتي، انه شعور الامان. لكن اثناء الرحله كنت احد الكتب اللي بحبها جدا وكنت بقراها في الوقت ده، كان روايه لميلان كونديرا اسمها كائن لا تحتمل خفته، وكان بتكلم عن فكره الهافينس واللايتنس، انه ازاي فكره الخفه والتقل. ومن هنا بما انه كمان رحلتي كانت طويله شويه، فرحت اليونان الاول، رحت اثنز، ومن اثنز رحت امستردام، قعدت في كل مدينه يوم تقريبا عشان اعرف اوصل لايسلند. فبالتالي قدرت اوتنس كذا مدينه. انا جاي من القاهره، عديت على مدينه بلد زي اتينا، ورحت بلد زي امستردام، وبعد كده رحت ايسلند، ومن ايسلند رحت هونج كونج. حسيت انه شعور الامان برضو مرتبط بفكره الخفه والتقل والهافينس واللايتنس. وده في الوقت اللي حسيت ان الموضوع بدا يتطور جوايا، وبدات الرحله تشكل جزء كبير جدا من اللي انا عايز اقوله. بالنسبه لي ده واحد من المشاريع، بطبيعه الشيفت اللي حصل في الكارير بتاعي، بقى كل مشروع بشتغل عليه هو مشروع مدروس، كل حاجه مدروسه، كل اختيار مدروس، اجتماعات كتيره جدا وكلام كتير جدا حوالين احنا هنعمل ايه وهنعمله ازاي وهنصوره ازاي.
endless meetings يعني. فبالتالي المشروع ده كان النقيض تماما، هو مفيش حاجه انا عارفها ومش عارف ايه اللي بيحصل بالظبط ومش عارف النتيجه هيبقى شكلها عامل ازاي. ادفنشر، كومبليت ادفنشر انا اخدتها في الوقت ده. والحقيقه انا كنت لما برجع افكر فيها بحس انه دي كانت مخاطره كانت ممكن تخليني معرفش اعمل ده تاني، بس الحقيقه هي ادتني دفعه كبيره جدا، لانه خلتني اولا افصل عن الزحمة والدوشة وخلتني أفكر وأبقى قريب جدا من أكتر حاجة أنا بحب أعملها في حياتي يعني. في الوقت ده حسيت خلاص إنه يلا هنعمل بقى الفيلم دوت عن الهيفينس واللايتنس، وبدأت أصور في أيسلند. لفيت على كل اللوكيشنز اللي أنا عايز أصورها. كان عندي اليوم اللي صورت فيه في أيسلند كان يوم كنت بجري، كنت بقعد في كل لوكيشن أصور فيه، كنت عامل لنفسي من 5 لـ10 دقايق عشان أعرف في خلال اليومين دول ألف أكبر قدر من اللوكيشنز. كان معايا عربية خاصة وكنت بقف في كل لوكيشن من 5 لـ10 دقايق، كنت عامل ماب للموفمنتس كلها. وخلصت ايسلند واتحركت على طول على هونج كونج، وبرضو كانت رحلة تقريبا 17 ساعة حاجة كده او 18 ساعة من ايسلند لهونج كونج. وفي الطريق كنت بعمل انكودنج للماتيريال وبقعد اتفرج عليه. ويعني لما تتفرجوا على الفيلم هتشوفوا الشوتس كلها تقريبا ذا سيم لانجويج، ذا سيم كل حاجة. بس وبعد كده رحت هونج كونج. تجربة هونج كونج كانت مختلفة تماما عن ايسلند. ايسلند كانت مساحات فاضية زحمة، هونج كونج بالمناسبة انا اخر كاميرا كنت بعمل لها اوبريشن او اي اوبريتد الكاميرا بايدي كانت الفايف دي او الفايف فيفتي دي اللي هي الكاميرات دي اس ال ار، لكن الفايف دي كانت مارك 2 اخر كاميرا انا اشتغلت عليها بايدي وصورت بيها. فبالتالي كان في كاب زمني طويل جدا ما بين اخر مرة انا صورت بايدي لحد اللحظة دي. فكنت طول الوقت بقى عمال احسب بالظبط وطول الوقت قلقان وانا واقف بصور. وطبعا الاكسبيرينس بتاعت التصوير في مصر مخلتني طول الوقت حاسس انه بحاول ابقى ميك شور ان انا سيف، ان انا اصور في المكان اللي انا فيه واخد البيرميتس اللي انا المفروض اخدها. فهونج كونج كانت صعبة جدا لان كنت باوبريت الكاميرا وسط بني ادمين بتتحرك بسرعة شديدة جدا، مدينة طبيعية. ايسلند ما كانتش مدينة طبيعية يعني، ما كانش في ترانسبورتيشن، ما فيش اوبر مثلا في ايسلند، بس في هونج كونج في مترو وفي قطر وفي ناس كتير جدا بتتحرك في كل لحظة. فانه الواحد يأوبريت وسط المدينة زي هونج كونج كانت تجربة برضو صعبة جدا، بس كانت مثمرة جدا. وبالمناسبة حاجة من الحاجات اللي كانت حاصلة في هونج كونج كان انه الكاميرا احنا بنكومينيكيت معاها ثرو وايرلس كونكشن كده جي بي اس، وهناك عشان العمارات طويلة جدا فكانت الكاميرا في اوقات كتيرة جدا بتلوز كونكشن، وانا كنت خايف جدا ان الكاميرا تخبط في اي بيت ولا تقع على بني ادمين ماشيين. فكانت حاجة صعبة يعني. بس بعد ما خلصنا تصوير رجعت القاهرة. قعدت 4 5 أيام الأول بتفرج على الماتيريال. كان جاء الجزء الثاني هو البوست برودكشن، إنه هل محتاج أديت بنفسي ولا أحاول أنفايت إن أديتر ويشتغل معي على البروجكت ده. كل سؤال في كل بيرسونال أو باشن بروجكت بيجي للواحد، بس بنفس الروح بتاعت إنه احنا اوريدي انا اوريدي خدت الكاميرا وسافرت وصورت بايدي، وانه كنت قريب قوي من اللي انا عايز اقوله بنفس الطريقه اللي عايز اقولها. ما فيش بروسيس بتاعه الشرح اقصر بكتير من يعني، مش محتاج اشرح على قد ما محتاج اصور على طول يعني. فقررت ان انا اديت. بعد ما خلصت الاديت بعد معلش انا اسف الانترنت كونكشن باظ. اوكي طيب كنا وقفنا في هيومن اركتكتشر في البروسيس البوست بروسيس. الحقيقه ال هيومن اركتكتشر لما رجعت منه هو بالظبط زي ما حصل بالظبط في زي ما حصل في سلامات وهنحكي لكم بعد كده. حصل معايا الاول في هيومن اركتكتشر لما رجعت مصر، حسيت انه الاكسبيرينس اللي انا عشتها والاماكن اللي انا زرتها وطريقه التصوير وحجم الريسك اللي انا اخدته كان كبير جدا. فلما رجعت حسيت انه في البوست بروسيس دايما الاديتنج هي واحده من اكتر برضو البروسيسز اللي الواحد ممكن يعملها. ممكن اي ستيب ان واخد الماوس والكمبيوتر وابتدي اديت برضو خلال الشيفت بتاعي، لان انا بدات اوريدي بعمل كده بايديت بنفسي. بس لما بدات اشتغل في البروفيشنال يعني ليفل
بدات اكومينيكيت، اتعرف على اديترز من احسن اديترز اشتغلت معاهم يعني. بس دايما بتفضل الكوميونيكيشن، ازاي نقدر نشتغل مع بعض، وازاي نقدر نوصل، ازاي اقدر اقول له انا حسيت بايه بالظبط هنا، فنقدر نترجمه لاستراكشر ولترتيب شطات. وعشان كده حسيت انه انا انسب واحد امنتج هيومن اركتكتشر، وبدات اديت، والجانا بدات تكتب درافتس من السكريبت، وبدانا ناخد البروسيس لحد ما خلصنا الفيلم. في على انا اوريدي الفيلم انا حاولت ادوكيومنتال اكسبيرينس بتاعتي على الويب سايت بتاعي، هتلاقوا في بيج اسمها هيومن اركتكتشر، فيها صور من كل الستيجز اللي انا حكيت لكم عنها، السفريه بتاعت امستردام وايسلند هونج كونج وكمان اليونان، وكانت واحده من الاكسبيرينسز اللي انا اتبسطت بيها جدا جدا يعني. حاسس يعني ده بالنسبه لي كل حاجه عن هيومن اركتكتشر. مش عارف ايه اللي ممكن اكون، او لو حد عنده سؤال في الحاجات دي ممكن نتكلم عنها، او ممكن على طول نخش سلامات وانفايت عبد الله وفوزي عشان نبتدي نحكي لكم عن سلامات. اوكي، انا بدات فيلم ميكنج، اول حاجه بداتها كنت بدات بدايتي كفيلم فيلم ميكر بدايه كوميديه شويه. انا كنت في مدرسه في معادي اسمها مدرسه القوميه، و حاضر هحكي لكم الاول موضوع الفيلم ازاي بدات از فيلم ميكر، وكده هرد على السؤال بتاع سوبر 8. حاسس ان كان السوبر 8 ده ممكن نرد عليه مع فوزي، لان احنا اشتغلنا بالسوبر 8 في سلامات. طيب انا بدات حكايه لذيذه جدا، انه انا كنت في ثانويه عامه، وكنت في الوقت ده كنت يعني ما كنتش مركز قوي، ما كنتش بحضر الدروس بتاعتي او بحضر الفصول بتاعتي في المدرسه بشكل منتظم، لحد ما كانت المفروض المديره هتفصلني من المدرسه. ولما جت تفصلني قلت لها انه ايه رايك انه اعمل فيلم، كنت سمعت عن حاجه اسمها افلام وثائقيه في التلفزيون قبلها بكام يوم، وقلت لها انه ايه راي حضرتك انه اصور فيلم عن المدرسه، ومقابل دوت ان انت تشيل الغياب اللي عليا. وكانت حاجه يعني انا اصلا هي وافقت، وانا ما كنتش عارف ساعتها يعني ايه فيلم ميكنج، ما كنتش عارف يعني ايه تصوير. وقعدت يومين بقى، رحت الكمبيوتر ساعتها كان في سايبرز، ما كانش عندي كمبيوتر في البيت، قعدت سيرش هاو تو ميك ا موفي وازاي هاو تو اديت ا موفي. وبعد كده رحت، فاكر كان في محل بتاع تصوير افراح، اتفقت مع الراجل ان هو يجي يصور معايا الفيلم دوت، وقعدت ذاكرت كده سريعا وصورنا الفيلم بتاع المدرسه. وكان اول فيلم عملته كان سنه 2006، فيلم عن مدرستي. بس الحقيقه الفيلم خلاني افكر انه انا حبيت الاكسبيرينس ديت وعايز ابقى مخرج. اخدت ورشه بعدها بسنه، كانت دي تقريبا ثانيه ثانوي ثالثه ثانوي، اخدت ورشه مع باسل رمسيس في صناعه الافلام الدوكيومنتريز برضو. قعدت ادور كده لحد ما لقيت حد عامل ورشه لتعليم الافلام، ودي كانت اخر حاجه اخدتها اوفيشال يعني. بعدها بعد كانت اخر 2006 او 2007 تقريبا، ومن الوقت ده بدات بقى اشتري كاميرات. شريت اول كاميرا اشتريت هاندي كام وبدات اصور، وبعد كده اشتريت كاميرا اسمها 550 دي، عملت بروجكت اسمه رمضان 29. قعدت يعني اعتقد انه جزء من تطوري في شغلانه الاخراج والسينما جت من البراكتس ومن التصوير الكتير ومن المحاولات الكتيره اللي اشتغلت عليها يعني. بالنسبه لسؤال سوبر 8، احنا سوبر 8 اشتغلنا بيها كمرتين، انا وفوزي مدير تصوير اشتغلنا بيها في سلامات، واشتغلنا بيها لسه عاملين بيها حاجه كده صورناها قريب، بس لسه مستنيين الحظر والحاجات تتفك عشان نعرف نعمل سكاننج للافلام اللي احنا صورناها ونبتدي نتفرج على اللي احنا عملناه ايه. بس في سلامات احنا عندنا ميوزك اغنيه كامله هتنزل متصوره بالسوبر 8. يعني عندي شغف تجاه الفيلم الفتره ديت، ومتحمس انه في الفتره الجايه اصور 16 ملي وسوبر 16، وفي المستقبل اصور 35. انا كان عندي باك جراوند في جرافيك ديزاين، يس. اشتغلت 4 سنين اثناء الجامعه بتاعتي، اشتغلت از جرافيك ديزاينر. اشتغلت في 3 شركات في خلال 4 سنين دول.
كانت فترة مهمة جدا، اتعلمت كتير حقيقة كجرافيك ديزاينر، واشتغلت مع تيمز كنت محظوظ ان انا اشتغلت معاها الصراحة يعني. بس هو انا مش جرافيك ديزاينر، ما اقدرش اقول على نفسي جرافيك ديزاينر، بس في الوقت ده كنت لسه مش عارف، حتى المحاولات بتاعتي في الفيلم ميكنج كانت كلها محاولات، ما كانتش حاجة بتقول انه هو ده الكارير اللي انا عايز اشتغل فيه طول الوقت. فشغلي كان جرافيك ديزاين، كان برضو حاجة قريب جدا من خبري او من شغفي وحبي في الفيلم ميكنج. لو في سيميلاريتيز كتيرة ما بين جرافيك ديزاين وما بين الفيلم ميكنج، الفرق بالنسبة لي هو انت بدل ما بشتغل على صورة بتتحرك وفريمات بتتحرك، انت بتشتغل على فريم واحد بس، اشتغل عليه one single frame يعني. انا عملت، هو long feature، هو كان تجربة خاصة جدا، فيلم اسمه في يوم، اشتركت بيه في مهرجان القاهرة في 2015، وكان بتوزيع زاوية، واتعرض في زاوية لمدة اسبوع، وكان هو فيلم تجريبي طويل، هو مش فيلم درامي، هو فيلم كده كان تجربة خاصة وحالة خاصة، وقعدنا سنة بنشغلين على تصويره وتنفيذه. من التجارب اللي بعتز بيها جدا، ويعني ليها معزة عندي شخصية، معرفش انها، ما اعتقدش انه ما في نسخ موجودة من الفيلم في اي حتة، بس ممكن قريب ان شاء الله يبقى في نسخ موجودة الناس تقدر تتفرج عليها يعني. مش انا هانفايت عبد الله وفوزي درويش، انا اول مرة اعمل ده بقى، فمعلش خليكم معايا. اهلا اهلا، ازيك يا نضال، ايه الاخبار؟ هلو، النيو شورت بتاعي فيلم، هلو هلا هلا هلا، اميجو، ازيك كريم؟ ازيك يا ازيك صديقي؟ صديقي؟ انا محتاج ادخل، هو انا ينفع ادخل حد تاني فوزي ولا لا؟ انا مش عارف، مش عارف، متهيألي في حاجة اسمها request to join، معرفش تطلع لفوزي ولا لا. ممكن فوزي يعملها. ماشي، في سؤال يا كريم جالك، احكي لنا عن الصعوبات عشان توصل. طيب ده سؤال مهم، ممكن يبقى للفيلم ميكرز اللي هما بيبدأوا في الأول، ده مهم، يبدأوا ازاي الكارير؟ مش عارف، هو مش عارف ممكن الواحد يوصل فين، مش عارف اذا كنت انا وصلت في حتة ولا لا. مساك يا فرح، صباح الخير. فوزي محتاج يبقى اونلاين، خلينا نبعت له سريعا. اهلا اهلا، هالو الي، ازيك يا بتول؟ لحد ما انفايت فوزي نشوف مين بيدخل. ماشي، هو فوزي اونلاين. طب حاول، انا ما اعرفش اذا كان ينفع، بيقول بعت ريكوست بس هو مش عندي. هو غالبا هي ليميتد لشخصين، فهل ممكن نبتدي اول جزء انا وانت، بعد كده فوزي نخش انا وفوزي؟ اوكي خلاص، تعال نتكلم انا وانت ماشي، وبعد كده اطلع وتنفايت فوزي. ماشي خلاص، اوكي. طيب انا هجاوب على السؤال الاول اللي انت قلت لي عليه، وبعد كده نتكلم انا وانت عن السلام. ماشي طيب، انا مشغول، انا قاعد اسلم على الناس. انا مش عارف بس اذا كان حد بيوصل لفين. كلمه حاجه من الحاجات اللي الواحد بستغربها هي دايما حته ان هل انت او وصلت او بعمل زي ما انت بتعمل. الحقيقه انه بحس انه ال فيلم ميكنج او اي نوع من انواع الفن هو براكتس الواحد بيكتشف فيها نفسه وبيحاول يوصل، انه يعني بحس انه لسه عندي حاجات كتير قوي نفسي اعملها، ولسه حاجات قوي نفسي اقولها. بالنسبه لي عشان توصل لاي حاجه تبقى فيها حد، الناس بتحب شغلك او بتتفرج عليه، لو هو ده معنى كلمه الوصول، يعني انك تعمل اللي انت بتحبه، تحاول تقضي اكتر وقت ممكن تعمله بالتجارب وبالمحاولات الكثيرة، في يوم من الأيام شغلك هيبقى مهم والناس بتتفرج عليه، صح ولا إيه؟ أنا معاك جدا. طب عبد الله تعالى نحكي عن سلامات، نبتدي منين في سلامات؟ سلامات
اتقابلنا ازاي؟ اول حاجه ممكن اقول عن البروجكت نفسه كمزيكا الاول حصل ايه أرجوك. بسرعه، وبعد كده نيجي على الحته بتاعت اتقابلنا ازاي، وبعد كده ناخد الموضوع من هنا. يلا بينا. فوزي هو موجود بس بيكومنت. هلو فوزي، شوية نخش فوزي فوزي هقول لكريم حاجة كده مهمة وبعد كده اطلع تخش انت. شكرا يا بتقول. هنتكلم عن سلامات دلوقتي. يلا بينا. سلامات كأغاني كانت، ما كانتش في الأول ألبوم، كانت موقف كبير حصل في حياتي خلاني أعدي على ريفلكشنز كتير وتأملات كتير وحاجات كتبتها. بدأت لقيت أغنية بتطلع في التانية في التالتة، فلقيت الموضوع كونكتد قوي بحاجات أنا عشتها، فبدأت أشتغل عليها مع أصدقاء ليا في، يعني بيعملوا مزيكا، أحمد إيهاب ومصطفى نجم وحازم ويفي وكذا حد في الألبوم، وخلصنا 12 أغنية تقريبا. وكنت في المطار، كنت بسافر كتير بين سويسرا ومصر، وبكلم احمد اياد في التليفون بقول له مش عارف حنس انا الالبوم كونكتد، الالبوم مش محتاج تصوير عادي، محتاجين حاجه مختلفه، انا مش عارف مين، انا خايف اسافر وما اعرفش اكلم مين الفيلم ميكر اللي ممكن يبقى عنده الفلكسبيليتي والشجاعه والافكار اللي ياخد الموضوع بطريقه مختلفه في الالبوم. وانا في المطار لقيت كريم، ده لقيت كريم في وشي بيقول لي عبد الله، قلت له كريم شعبان، كنت بدور على الفيلم ميكر فجاه لقيت كريم. فسافرنا قعدنا 4 ساعات في الطياره من مش بلاند، وقعدت احكي له على البروجكت، هو يحكي لي، كنا بقالنا كتير ما تقابلناش. ف بس فممكن تكمل كريم بقى حصل ايه بعد كده. يعني برضو بالنسبه لي كنا انا وعبد الله اشتغلنا مع بعض على اعلان من الاعلانات في وقت من الاوقات، والاعلان ده انا كنتش قابلت عبد الله، يعني انا وعبد الله كنا اصدقاء على الفيسبوك فتره طويله عمرنا ما اتكلمنا، واشتغلنا مع بعض الاعلان دوت، بس عمرنا ما اتقابلنا فيس تو فيس. وفي اليوم ده كنت انا مسافر بره مصر عن طريق سويسرا برضو، وقابلت عبد الله بالصدفه. انا هو ما كانش عارف شكلي بس انا كنت عارفه، فقررت ان اروح اسلم عليه واقول له ازيك عبد الله، وبعد كده قعدنا ال4 ساعات بنتكلم وبنشير اكسبيرينس. الكلام ده بالمناسبه كان قبل تصوير سلامات بسنه بالظبط، قعدنا نتكلم ونفكر، وقال لي انا شغال على الالبوم بتاعي وشغال على سلامات، وبدأنا كانت دي نقطة انطلاق كده، وبدأنا في خلال السنة دي نكومينيكيت نتكلم مع بعض على سلامات، وبدأ يبعت لي أول، بدأت أقابل إيهاب وبدأت أقابل كل اللي كانوا شغالين على المشروع. بالنسبة لي سلامات الأول كان بدأنا سمعت الأغاني، الأغنية قوية جدا فيها مشاعر مختلفة. في الأول لما سمعتها ما كنتش عارف بالظبط إيه نوع اللي ممكن يحصل، وفي الوقت اللي كنا انا وعبد الله بنتكلم فيه كان عندي انا احساس انه ما كنت، كان عندي مشكله في الكوميونيكيشنز دايما مع الموسيقيين اللي اشتغلت معاهم، لانه مش بيبقى اسهل حاجه، بنقعد كتير نتكلم عشان اعرف او احس او اشوف هو عايز يوصل لايه. فانا وعبد الله قعدنا الاول حاولت ان انا اكومينيكيت مع عبد الله افضل ونتكلم كتير علشان نوصل بالظبط انه اعبر عن اللي عبد الله حس بيه، وبالذات بالذات لما بتيجي تشتغل مع ميوزيشنز، يعني انه انت بتبقى قاعد سنين او وقت طويل جدا شغال على الاغنيه دي، وبعدين باجي انا اخش او بيجي المخرج او الفيلم ميكر بيخش في وقت اقصر من اللي انت اشتغلت عليه، وبيبتدي يشيب البروجكت ده وبيشيب الدايركشن بتاع الصوره والفيجوال ايدنتيتي. فبس بدانا نشتغل وبدانا نفكر، ولحد ما وصلنا لفكره انه الفكره الاولانيه اللي كانت عند عبد الله انه هو كان عايز يعمل جيرني اوت اوف الالبوم، انه ان احنا نصور الالبوم بطريقه جيرني ورحله كده نخلقها ونبتدي نقعد ندور ونصور فيها. انا حاولت الاول اعمل ستوريز كده، حسيت انه لا، انسب حاجه للقصه دي هي انها تبقى جيرني بس. وبعد كده كلمت فوزي درويش وكان عندنا احلام كتيره للجيرني، وبعد كده انتهت ان احنا نعمل الجيرني دي في سويسرا لمدة 10 أيام تقريبا أو 7 أيام. بالظبط التصوير أخذ 5 أيام كله. التصوير أخذ 5 أيام بالظبط من ساعة ما وصلت لحد الشيء. إن إزاي 12 أغنية يطلعوا في 5 أيام ومش عارفين هنروح فين بالظبط. معانا طبعا فوزي هيتكلم عن الموضوع، عن الإكويبمنت وإزاي الموضوع كان ممكن يطلع بإكويبمنت بسيطة جدا، أو يطلع بحاجة فيري هاي كواليتي وحاجة كويسة جدا، ودي صعب واحد شخص واحد يعملها، ده فوزي يتكلم عنها.
بس هكلم بسرعة قبل ما فوزي يجي عن إحساس الخوف إن في 12 أغنية مش عارفين هنعمل إيه، بس في أدفنتشر ومبسوطين، أو وكل يوم في خوف، بناخد إكويبمنت نروح مكان هنصور أنهي أغنية، كل حاجة بقت تفتح. في حاجات في الأول كانت قافلة، يعني مثلا ليك معينة هنصور رهيبة، ليك نيتشر مش طبيعية، ندخل نلاقي لازم نبقى فيه بيرميشن عشان نصور في المكان ده، وبيروقراسي مش طبيعية. فهو يوم تصوير لو ضاع الأغنية دي مش هتتصور، ومش عارفين ايه اللي هيحصل. فبدأنا حاجات تانية تحصل تفتح، نحن نتكلم مع الناس، نحاول نبوش أكتر، فبدأنا الشمس تطلع علينا في وقت معين، فنحس إن هو ده الوقت المناسب اللي هنصور فيه. فبدأ في حاجات بين الخوف والثقة، يعني بين الفير والترست. الفير كان في الأول زيادة، بعد كده واحدة واحدة حسينا إن في هارموني حلو قوي، في كونكشن بيني وبين كريم وبين فوزي وبين سورياني اللي كانت معانا في البروجكت. وكمل بقى كريم الموضوع حصل إزاي. الحقيقه عايز ارجع خطوه لورا بس احكي لكم انه احنا بعد تفكير كتير قوي قررنا انه احنا مش هنستيج الرحله بتاعتنا، احنا هنروح في خلال الخمس ايام دول هنستوك الكاميرات بتاعتنا في شنطه العربيه، وكنا عاملين عربيه باص صغير كده بتاع عبد الله، وبدانا نشتغل انه في خلال الخمس ايام دول احنا هنصور الالبوم بتاع سلامات اللي هو 12 اغنيه واغنيه ماستر اللي هي الاغنيه ال 12 اغنيه سلامات. الحقيقه ما كناش عارفين هنعمل ايه خالص يعني، وانا بالنسبه لي ده كان مرعب جدا، لانه انا عمري ما اشتغلت يعني اجين لحد، كنت عملت هيومن اركتكتشر بس برضو كان عندي فكره ازاي هعمل، ازاي هروح اصور حاجه انا مش عارف هي ايه، ولا هصورها ازاي، ولا هلعبها ازاي، ولا طريقه التصوير ده بشكلها عامل ازاي. فكان الموضوع ادفنشر مرعب، وفي نفس الوقت في لحظه كده قررنا انه يلا بينا، يلا نصور ويلا نخوض الرحله. المرحلة التانية اللي مهمة جدا نحكي عليها انه فكرت ازاي، قعدت اسمع طبعا انا في طول الرحلة بسمع ال 12 اغنية اون ريبيت علشان اعرف ازاي فيجولي هنالستريت كل اغنية منهم يعني. لحد ما جات فكرة كده انه الحقيقة انه تعالوا نعمل السنس بتاع الجيرني دي جوه السلامات، وان احنا نصور كل حاجه احنا بنشوفها، وكانك انت في الرحله دي معانا وبتشوف معانا اللحظات اللي احنا صورناها دي حاجه. والحاجه الثانيه اللي فكرنا فيها انه لما جينا بدانا نسمع الاغاني، جت فكره انه الاغاني دايما الميوزك فيديوز بحسها كانت تبقى اوقات كتير قوي بتدستراكت الناس، انه دايما كاتس كتيره واديتس كتيره. بقى حسيت انه الاغاني وطريقه المزيكا اللي اشتغل عليها عبد الله هي مزيكا بتانفايت اللي بيتفرج انه يبقى جواها ويحس يحس بالمشاعر اللي فيها بالمزيكا، ومزيكا الكواليتي بتاعها قوي جدا، الميوزيشنز اللي اشتغلوا فيها كلهم تعبوا بمجهود كبير جدا. ومن هنا جات الفكره انه ما تيجي نسمح للناس انها تسمع وتشوف عبد الله بيرفورم وكانهم في حفله خاصه لعبد الله قاعدين بيتفرجوا عليه، بس الفرق انه بدل ما عبد الله واقف على الستيج نلاقي عبد الله واقف في ليك شكلها جميل، او واقف فوق جبل شكله حلو جدا، فالناس تقدر تكونكت تتفرج عليه وتسمع الاغنيه من غير اي فيجوال انتراكشن او اي فيجوال يخلي الموضوع ديستراكتد. عايز عبد الله تغني تدينا فيرس سلامات؟ ممكن جدا قبل ما فوزي يجي عشان كده طولت جدا، وفوزي هيقول كلام مهم. يلا بينا. ماشي. صحيت لقيتني جوه حضن قلبي حس بالأمان، وشمس طالعة تهدي أرض بتناديها من زمان، وعيني شايفة كل ذرة فيها حب كون جميل، كنت فاكر إن بكرة جاي بعد سنين كتير، يا ده كان ليل طويل وبان من النور دليل، يا حياة سلامات سلامات فيك، يا من شوف علامات، يا حياة أنا جيت
أنا كمان غنيت. فوزي دي برافو. شكرا، أنا أتمنى كريم الناس عبد الله تسمعها، شكرا اللي ما جدا. سمعهاش يروح يسمعها ويتفرج. وشكرا كريم جدا على الانفيتيشن، شكرا عبد وإن الله، شاء الله إن شاء الله لما ادعو يفتحوا الناس القاهرات انها تاني أبقى تسمع. أجي لكم. هنعمل كده. شكرا عبد الله، اتمنى الناس تسمع سلامات وتتفرج. احنا نزلنا 5 اغاني لحد دلوقتي تقريبا، 6 اغاني 6 بتاعت امبارح بالظبط، لينا ميعاد، ست لينا فاضل ميعاد 6 أغاني إن شاء بالظبط. الله. ميرسي عبد الله جدا، ونتقابل قريب ان شاء الله. شكرا يا صديقي، شكرا جدا، شكرا في فيلم ماي ديزاين وفرح، ومستني فوزي. يلا سلام، سلام، باي باي. باي باي. نزلوا على اليوتيوب في التشانل بتاعت عبد الله، فتقدر تتفرج على التشانل بتاعت عبد الله. لو كتبت عبد الله الحسيني على يوتيوب موجود كل الاغاني، الماستر سونج بتاعتنا سلامات، هتلاقي 5 اغاني تانيين من الالبوم متصورين بنفس الطريقه اللي احنا قلنا عليهم. انا هدخل فوزي دلوقتي. هلو اميغو. هاي، هولا. عبد الله شاي فوزي، عمل ريكوست قبلي فطلع فوزي. داس بسرعة. انا مش عارف ايه الانستغرام الأخبار؟ لازم يبقى 2 بس. انا برضو ايه الاخبار الكورنتين فوزي؟ خلانا نعرف حاجات الحمد لله. انا مش كويس. هطول ناس، انا ممكن سريعا جدا اتكلم على الجزء التكنيكال في الجورني بتاعت سلامات. هو في الاول كريم كلمني وقال لي في 1 2 3 نفس كل الكلام اللي انتوا سمعتوه ده. احنا من زمان انا اعرف كريم، وكان نفسنا ان احنا نعمل طول الوقت مينيمم كرو، يعني نبقى انا وهو لوحدنا بنصور حاجات. فدي كانت فرصة كبيرة جدا ان احنا نعمل ده. وفعلا يعني ما فكرناش، وانا ما فكرتش يعني طب هعملها ازاي كميه الايكويبمنتس دي كلها، واحنا عايزين نصور بحاجات، عايزين نصور حاجات هاي كواليتي علشان الموضوع يبقى شكله لطيف، ومش عايزين نتنازل على اي حاجه حتى العدسات. كمان ممكن كريم تحكي موضوع العدسات، لان انت كنت فيه من الاول مع عبد الله الهوب. الاول عايز اقول للناس بس ان انا وفوزي تقريبا بنشتغل مع بعض طول الوقت، عملنا مع بعض شغل كتير جدا الفتره اللي فاتت، يعني من اكتر الناس اللي بحب اشتغل معاهم فوزي. ولما جينا اشتغل على سلامات بالنسبه لي كان هو بيرسونال بروجكت، يعني هو مش اغنيه بنعملها لشركه انتاج بنعملها مع حد تاني، على قد ما كانت انه هو مشروع شخصي كده. وكلمت فوزي قلت له بص في عندي فكره كده ومشروع هشتغل مع صديق ليا عبد الله الحسيني، قال لي يلا بينا ويلا نتجنن ونسافر ونصور. فالفكره بس انه احنا متعودين بطبيعه الشغل بتاعنا انه يبقى كل قسم من الاقسام بتاعتنا، سواء قسم الاخراج بما انه معانا فادي اكرم من قسم الاخراج بتاعي اللي فادي، سواء قسم الاخراج او قسم التصوير، يوجولي بيبقى فيه عدد كبير من الافراد معانا، اشخاص بتعمل مهام كتيره جدا. في المشروع بتاع سلامات كنا انا وفوزي بس، انا موجود بحضر هنصور ايه وهنصوره ازاي، وفوزي ما بيحضر الاكويبمنت وبيعمل بلان. واعتقد يمكن فوزي كمان كان اصعب لانه كاميرا بكل الكاميرا كت بالعدسه بالرج بكل حاجه، كل كان حاجات فوزي كان هو المسؤول عليها، وكان يعني احنا كنا اخرنا نحاول نديله الكاميرا او ناخد منه الكاميرا. ف نفسي قوي تحكي للناس فوزي على من اول ما بدانا نشتغل، وبعدين وانت في الرنت الهاوس بتاخد الاكويبمنت وبترتبها وبتفكر عليها ازاي، عملت مانجمنت للتصوير في الوقت ده يعني. اوكي، احنا في الاول عملنا كاميرا ليست قبل ما نروح، بعتناها لعبد الله وبعتها للرنتال هاوس، وبعد كده رحنا استلمنا الايكويبمنتس دي. اول يوم نستلم فيه الايكويبمنتس كان لازم ان انا يعني اركب كل الحاجات. بعد طبعا هي بس مش كاميرا وعدسات، هو في تفاصيل كتير في وايرلس. اخذنا الكاميرات وبدانا الجيرني. هي يعني ممكن تبقى شنط كبيره كتير جدا. كان كل يوم لما نخلص تصوير انا كان كل همي ان انا لوحدي، ان انا مفيش مسمار واحد يقع من
اي كل التفاصيل دي كلها. كل يوم كنت اروح اقعد اعمل تشيك تاني على كل الحاجات، على كل حاجه صغيره كبيره، على كل الكابلات الصغيره، حاجات تفاصيل كتير جدا في التكنيكال. فده كان من الحاجات الصعبه، بالذات كمان بقى انا بروح مش بنام، بشحن البطاريات طبعا، فلازم كل كنت بظبط الالارم كل ساعتين علشان افول الباترز كلها، بعدين خلاص هما ساعتين بيخلصوا لازم اريتشارج تاني البطاريات التانيه، فكان كل ساعتين اقوم اغير، وده كان شيء مؤلم شويه بس يعني كان جيرني حلوه. كنت مبسوط بالتشالنج دي لوحدي، ان انا معيش اي سي خالص، اللي هو معيش فوكس بولر، معيش اي حد، كنت بغى يعني كان معايا فيست بحط فيه كل الفلاتر بتاعتي، عايز اي فلتر على طول بشيله من الفيست واركبه على طول في الكاميرا، وهي على الايزريج. الايزريج ده عباره عن فيست بنلبسه علشان بيبقى ليه ارم، بنعلق عليه الكاميرا عشان تبقى الويت بتاعها متوزع كله على الباك بادي. الديناصور عبد الله مسميه الديناصور. ف يعني الجورني كانت قد ما هي كانت متعبه، هو كان مهم ان انا ابقى مركز في كل التفاصيل دي، ومركز ان انا اعمل صوره حلوه في اوقات معينه، مركز في زاويه شمس، مركز في زوايا مع يعني ازاي بنختار الانجل دي علشان هو زاويه الشمس. انا وكريم الحمد لله من المخرجين اللي بيقدروا ده كويس جدا، فكره الانجل اوف لايتس في الناتشر عامل ازاي، هو ممكن من المخرجين اللي بيقدروا ده كويس جدا، وطول الوقت مع السان سيكر ويعرف الشمس هتطلع من هنا، فاحنا عايزين في الوقت ده الشمس هنا هتبقى حلوه، فده كان مريحني كتير جدا جدا في الجيرني. انا عندي سؤال يا فوزي، لانه كان في حد بيسال عن الميرورلس كاميرا، انه ليه احنا قررنا نشتغل بميني اليكسا في حين ان احنا كان ممكن نشتغل بميرورلس كاميرا صغيره توفر علينا، سبيشال ان وصل فاندد بروجكت. انت رايك ايه؟ يعني انا شايف ان هي دي تفصيله حلوه، ان هو يعني السؤال ده حلو فكره حاجه، بس انا شايف دايما البروجكت اللي بتصور حتى لو سيلف بروجكت، هو انت بتبص له كمان 10 سنين، هو انت هيبقى معاك ماتيريال، دي الماتيريال دي هي مش هو هيعتبر ارشيف ليك على مدار سنين، فاذا انت مش بتنفست في ده من دلوقتي، انت ممكن كمان 10 سنين الماتيريال اللي يحصل لها كروبت في البيكسلز، يحصل حاجات الهاي كواليتي دايما انت بتبقى مرتاح دايما. يعني ببص دايما لقدام، بعد 10 سنين 15 سنه الماتيريال ده هيبقى محافظ على الجوده بتاعته ولا لا. انا بالنسبه لي بحس انه الميني اليكسا، الكاميرات الميرورلس الصغيره طبعا بتدي كواليتي كبير قريب شويه من الميني اليكسا، بس فكره انه اولا ان احنا بنصور في انفايرمنتس كلها مش متسيطر عليها، فوزي ما عندوش اي امكانيه انه هو ينور باضاءات كبيره، وفي نفس الوقت عايزين نمنتين سينماتيك لانجويج كده، والموضوع كله متصور بشكل سينمائي، دي حاجه. والحاجه الثانيه انه احنا لازم يبقى في سنس اوف كنترول، حتى انه لازم يبقى في سنس اوف كنترول حتى انه نخش جريدنج مع احمد عصام في الليتر اون في الستيجز بعد كده، كنا محتاجين نتاكد ان الكاميرا بتدي له دايناميك رينج مختلف واسع، يقدر هو يعمل جريدنج مظبوط، نقدر نماتش الشوتس ما بينها وبين بعضها. بحس ان الميرورلس كاميراز كده، انا شخصيا مش من الكاميرات المفضله بالنسبه لي، لانه اجين الديناميك رينج بتاعها مختلف، السنسر بتاعها مختلف، اتس نوت سنسيتيف تو لايت از الميني اليكسا. طيب ايه تاني؟ وات ذا ستوري بهاند اميجو. انت مالك انا مش دعوه. اميجو اولا. هي كلمة يعني كلنا كده عارفينها يعني بالسبان. أنا يعني بحب ال مش عارف، هي علقت معانا، فبقينا كل ما نتقابل أميجو أميجو، فبقت ترند يعني معانا طول الوقت، يعني حتى لما بنصحى الصبح بنقول لبعض هلا. طيب كان في حد برضو بيسأل عن
نوع السوبر 8. في حد سأل يعني اللي هي نوع الكاميرا ايه، هي اسمها نيزو 801. ممكن اكتب اسمها دلوقتي عشان الناس اللي عايزه تسيرش عليها. خلينا سريعا اقول برضو السوبر 8، انا يعني انا وفوزي دايما بنتكلم في الفتره اللي فاتت عن الحماس للفيلم في كده دلوقتي الفيلم، عالم الفيلم ستوكس، يعني فيلم ستوكس بترجع تاني وفي شركات بترجع تنفذ ستوك فيلمز تانيه، و وبقى معظم صناع الافلام على مستوى العالم دلوقتي بيشتغلوا بكاميرات زي السوبر 16 ملم والسوبر 8. وبالنسبه لي هي برضو تكتشر سينمائي كده مختلف، ليه لغه وليه كاركتر بالجرينز بتاعته باللانجوج بتاعته، بتدي لك كده نوع معين من الشعور. بحس انه دلوقتي في بحر الكاميرات والعدسات والمليان دوت، بقت امتى بتشتغل بايه مرتبط قوي بانت عايز تعمل ايه، فهل الكاميرا اللي انت هتستخدمها هتبقى مناسبه ولا لا. فبما اننا كنا بنوثق جيرني، فكانت السوبر 8 من وجهه نظري كاميرا بتبقى زي كانها هوم فيديو كده، كاميرا بنوثق بيها اللحظات اللي هي عايشينها وبمر فيها. فكانت السوبر 8 اللي هي كاميرا صغيره بتدي لك بتجنريت الصوره اللي هي بتدي لك احساس بالنوستالجيا وبالميموريز. واحنا في اوريدي اغنيه في هتنزل قريب في الجيرني معقوله بنفس الطريقه واحنا طالعين فيها، واحنا طالعين فيها عشان تدي لنا نفس الاحساس. بس برضو فوزي ايه سر حماسك للسوبر 8 وفي المستقبل لو هنشتغل ان شاء الله على ال 16 وال 35؟ الفيلم دايما بحس ان هو يعني في دبس اكتر في الصوره. اللوك بتاعها كمان، احنا يعني احنا دلوقتي دايما طول الوقت بتلاقي ان انت في البوست برودكشن انت عايز توصل للصوره بتاعت الخام، فانت دايما عايز تحط جرينز، عايز طول الوقت هي فيها جاذبيه غريبه. الصوره دايما طول الوقت انت بتبقى عايز توصل لللوك ده، حتى لو انت بتصور ديجيتال بتحط افكتس عشان توصل للوك ده. يعني مهما انا حاسس ان هو مهما الديجيتال وصل هو الفيلم فيلم. في ايه اللي حصل؟ قطع؟ لا في في سؤال، بس حد كان بيسأل البلاك ماجيك كاميرا اند ريد. اوكي، هو البلاك ماجيك هو في مشكلة في ال انا رجعت موجود شايفني؟ بالنسبه للبلاك ماجيك والريد الاثنين سنسورز كويسين ما فيهمش اي مشاكل. احنا بس بنسبورت يعني او بنروح دايما على حسب ما الرنتال هاوس بيبقى عندها ايه وايه المناسب ليك في الليست بتاعته، لكن يعني احنا الاختيارات انت دايما بتشوف انت مثلا البادجت المحدود كام، الرنتال هاوس عندها ايه اللي هيسبورت ده معاك. يعني من الاختيارات الاري كمان اللي احنا استخدمنا من اليكسا، طبعا بلاك ماجيك فيها حاجات صغيره والريد كمان نفس الاحجام، بس فكره كمان يعني السهوله في التعامل، هي سهله جدا في التعامل. الريد طبعا المونيتور بتاعها علشان تركب لها اي بيس ده لازم ريك تاني ولازم توصل الاي بيس ده بحاجه تانيه، فطول الوقت فيها هيديك. انا طول الوقت اللي كنت بفكر فيه احنا عايز حاجه سهله جدا تبقى كل الحاجات متركبه مع بعض، ما فيش حاجه تقعد تعرفنا في الجورني بالذات ما فيش حد يساعدني ما فيش حد يشيل معايا، فده كان من اسباب اختيارنا الميني اليكسا. موضوع اللي حد كان بيسال هل صعب ان احنا نلاقي الكاميرا السوبر 8؟ السوبر 8 اعتقد موجوده بس مش موجوده في مصر اكيد، بس هي سهل قوي ان حد يشتريها من بره مصر. اعتقد الازمه مش في الكاميرا، الازمه في الستوك اللي هو الافلام نفسها، بس دي برضو للاسف من بره لازم تجيبها من بره مصر، لازم تتاكد انها ما تعديش على اكس راي، وحتى كمان المعامل المفروض تحمض دوت مش موجوده في مصر، كان زمان موجود في معامل بس للاسف بعد ثوره الديجيتال
بقت الفيلم مش موجود في مصر زي الأول يعني. كانت فرح بتسأل عن إيه المفتقد في الفيلم كوميونيتي من وجهة نظرنا، وبتقترح إزاي ممكن نعالج حاجة زي كده، إيه اللي شايفه في الصناعة، في صناعة الفيلم وصناعة الفيلم برودكشن يعني، إيه المفتقد من وجهة نظرك يا فوزي؟ يعني انا حاسس ان احنا فكره التواصل الكوميونيكيت بقى اكتر، ايفنتات اكتر، الفيلم ميكرز اكتر، طول الوقت يبقى فيه ايفنتس، طول الوقت يبقى فيه توكس، كل ده كل ما هيبقى اكتر، كل ما يعني كل ما الناس هتقرب، كل ما اللي عايز يتعلم بسهوله هيعرف يتعلم، هيعرف يوصل للناس اللي اوريدي اللي سبقته بخطوات. فانا حاسس التواصل، ان احنا نتواصل ببعض اكتر، كل الايفنتس تكتر، هو ده ممكن يبقى ناقص شوية. من وجهة نظري هو مش عارف اذا كان في حاجة مفتقدة ولا لا. انا بحس ان الفيلم اندستري عامل زي اي ارتستيك فيلد، هو كل شخص بينافيجيت بشكل فردي لحد ما بيوصل لحاجة معينة وبيعبر عن حاجة معينة. يمكن المفتقد انه مساحات اكتر، تجارب اكتر، يعني ان الناس تجرب وتحاول اكتر، ان احنا كمان يبقى عندنا الامكانيه ان احنا نجرب اكتر، نعمل مشاريع اكتر، نعمل افلام اكتر. ده من وجهه نظري المفتقد، ان الصناعه نفسها تبقى دايره اطول وقت ممكن يعني. طيب احنا في الوقت ده عندنا، ما اعرفش انتوا سامعيننا كويس شايفيننا كويس، لانه تقريبا الكونكشنز بتاعتنا بتقطع، دي حاجة. والحاجة التانية، احنا اعتقد دلوقتي عندنا مثلا 10 دقايق، لو حد عنده اي اسئلة حابب يسألها، احنا اوريدي بدأنا نجاوب على اسئلة، بس لو حد عنده اسئلة ممكن نجاوب عليها. انا عندي سؤال ليك يا فوزي، لما بتيجي تشتغل على اي تصوير، على اي شوت، بتحضر ازاي؟ ايه الروتين بتاع تحضير التصوير بتاعك؟ بتفكر ازاي؟ بتبتدي تفكر ازاي؟ أنا أول حاجة يعني أنا هتكلم على الإعلانات أكتر. في بالنسبة إن هي بروجكت يعني ممكن يبقى سريع جدا، وفي نفس الوقت هو أنت بتحاول as a filmmaker إن أنت تبقى بتتكلم عنه as إن هو telling story، ما يبقاش بس البرودكت يعني. طبعا للفيلم يعني لو مثلا في سكريبت وهتشتغل على فيلم، كمدير تصوير لازم اقعد اشتغل، لازم اقعد اقرا السكريبت كويس جدا. الدراميه النور دي مهمه جدا لكل كاركتر، لازم ترسم دراميه النور لكل كاركتر، وازاي مراحل التصاعد بتاعته، تشتغل دايما مع الكالر باليت مع الديكور. طبعا في الاتفاقات كلها الديكور مع الملابس بيبقى في كالر باليت لكل كاركتر، هو نفسيته عامله ازاي في الحقبه الزمنيه او في الوقت التايمنج ده في الفيلم، كل دي بترفلكت حاجات على الشخصيه، بتاثر على المشاهد. طبعا تاثر الالوان يعني ممكن تاثر عليك لو انت مش يعني مش دارسها، كمان ممكن طبعا تأثر على المشاهد. ماشي. فرح بتسألك على الروتين بتاع المنتين من الهير كاتس ازاي بتعمل شعرك؟ لا خليها في ماشي. طيب ميدو كان بيسأل على النايت شيفت، آخر فيلم قصير عملناه. للأسف هو فيلم طبعا كان المفروض يتعرض في كليفلاند الشهر اللي فات، وكان المفروض من الوقت ده نبتدي ندور على فرص عرض. أتمنى، أنا للأسف مش هعرف أنزله على فيميو دلوقتي لأن الفيلم ما اتعرضش في أي حتة لسه. أتمنى إنه أعرف يبقى عندي opportunity إن أنا أعرضه، لو في يا رب مهرجانات هتستمر لحد النص التاني من السنة. نفسي إنه كان يتعرض في مهرجان القاهرة أو مهرجان الجونة، وبعد كده أكيد أول بس ما يبقى عندي فرص أعرضه بشكل مناسب، ساعتها يبقى فيه إمكانية إن إحنا نحطه على فيميو. أنا بس بقى الفترة دي بحاول أعمل أفلام أكتر، بحاول أعمل passion projects أكتر، علشان هي دي الحاجات اللي الواحد بيحس شوية فيها إنه عنده سبيس وعنده opportunity ان هو يقدر يعمل حاجات مختلفة يعني. هل حد عنده اي اسئلة تاني؟
ما اعتقدش. هو احنا هو في الناس معانا اصلا ولا لا؟ نوح بيسأل هل الأفلام دي إنتاجها بيكون مجهود فردي؟ انا عندي ما بيطلعش اي اسئله. أوكي، نوح سري بيسأل في سؤال هل الأفلام دي إنتاجها بيكون مجهود فردي؟ معلش قول السؤال تاني، انا مش هل شايف اي اسئله. أوكي هل الأفلام دي إنتاجها بيكون مجهود فردي؟ الشورت موفيز؟ الأفلام وسؤال تاني النايت شيفت funded برضو self funded نفس ال طيب هو الصراحة هو في طريقتين لتنفيذ الأفلام، في مجهود فردي إنه أنا من ساعة ما بدأت لحد اللحظة دي كل الأفلام اللي عملتها كلها مجهودات بإنتاج فردي، من أول حاجة صورت الكاميرا هاندي كام لحد الآخر حاجة إحنا صورناها بميني أليكسا مع فوزي. الفكرة هو في طريقتين، في طريقة إن أنت تدور في مؤسسات كتير قوي بتدي دعم إنك أنت تعمل الأفلام دي، فبتعمل بروبوزل وتبتدي تقدم بتبتدي تقدم الفيلم بتاعك عشان الناس المؤسسات دي تدي لك دعم، او انك انت تدور على اشخاص معاك سواء يدوا لك يساعدوك ويعملوا معاك الافلام بتاعتك. الاسهل بالنسبه لي كان انه على طول انزل احاول احوش فلوس وانزل اروح اصور بيها، يعني كنت بحاول طول الوقت ان انا اشتغل وافضل شغال. البروسيس طويله شويه للاسف بتاعت انك انت تقدم لمؤسسات وتاخد الفند وتنزل تعمل الفيلم بتاعك، بس هي برضو ليها ادفانتج انك بتخليك تذاكر المشروع بتاعك كويس قوي وتسأل نفسك الأسئلة بتاعت أنا بعمل ده ليه وبعمله إزاي. وبالنسبة لي تصوير أي مشروع هو أسهل حاجة في أي بروسس، بس أنت هتصور إيه وهتصوره إزاي وتذاكره وتبقى عارف كويس قوي إيه اختياراتك، ده الأهم بكتير جدا من ساعات التصوير نفسها. فيمكن التقديم في مؤسسات عشان تدي لك دعم إنك تعمل أفلامك أحيانا بتبقى إيجابية، إن أنت تدي لك مساحة انك تذاكر فيلمك كويس وتعرف ايه الادوات بتاعتك وايه اللي المفروض يحصل يعني. اوكي في حد سأل سؤال مهم جدا بيتكلم عن ازاي الناس بتوفر جادج البروجكتس بتاعتها في البدايات وبعد كده بتخرج وتكسبيرمنت، وازاي احسن اتيتيود ان الواحد يتحرك فيه من بينج اماتشر لكرييتر. بالنسبه لي انا نفسي طول الوقت افضل اماتشر، ده السبيريت اوف بينج اماتشر هي افضل سبيريت ان الواحد يفضل يشتغل فيها في الاندستري دي. شغلانتنا واحده من اصعب الشغلانات اللي ممكن الواحد يشتغل فيها لانه عدد ساعاتها طويله جدا، مجهود وبتطلب منك مذاكره كتيره وكوميونيكيشنز كتير. الناس بتوفر جادج طبعا، بس هو بالنسبه لي انه الاحسن انه بدل ما تاوفر جادج اللي انت عامله وتبقى شايفه، بحس ان اللحظه اللي اي حد بيشوف فيها ان هو بيعمل حاجه كويسه هي اللحظه اللي هو خلاص انا لو بعمل كل شغلانه انا بعملها هي خطيره وجميله وحلوه، ده معناه ان انا ما عنديش اي اضافات ممكن ازودها. الاحسن انك دايما تشوف المشاكل بتاعتك طول الوقت وتسترس عليها وما تشوفش غير الديفوهات اللي انت بتعملها. معرفش هي برضو حاجة خطيرة جدا يا اما تشوف الديفوهات بس او تشوف الحلو بس، فهو محتاجة بالانس كده ما بين انك دايما يبقى عندك موتيف انك تقدر تبقى عايز تكمل وتعمل بروجكتس تانية، وفي نفس الوقت يبقى تبقى انه شايف الحاجات الحلوة اللي انت بتعملها اللي بتخليك تكمل. بس بالنسبة لي بروفيشناليزم هي مش اتيتيود بينج اماتشر، عشان اماتشر از انك انت طول الوقت بتحب ومبسوط وعايز تقضي وقت، زي زمان كده اللي هو بنلعب كوره في الشارع فاللي هو عايزين نقعد اطول وقت ممكن نعمل اللي احنا بنعمله ونبقى مصممين ان احنا ننفذه بالطريقه اللي نفسنا فيها. الاتيتيود ده احسن اتيتيود من انه بينج بروفيشنال، وبروفيشنال لايف از بورينج يعني صراحه، فده رايي. anyway انا شايف ان احنا طولنا. ميرسي يا فوزي، شكرا يا صديقي. ثانك يو كريم، شكرا فيلم ماي ديزاين، شكرا فرح اسراء كل القائمين على فيلم ماي ديزاين، شكرا عبد الله،
شكرا ليكم ان انتوا استحملتوني وسمعتوا كلام اللي فات ده. اتمنى ان احنا نكون قفلنا الجميع ونتقابل قريب في الحقيقة ان شاء الله. مساء شكرا الخير. كريم، باي باي. باي باي. شكرا. باي باي.